كابتن يحيى، نادي السكة الحديد من أعرق الأندية في مصر، ويمكن حقق بطولات، يمكن ده كان من فترة طويلة، يمكن حقق 4 بطولات يعني تاريخية. بس النهاردة نادي السكة الحديد هل فعلا قادر انه يعني يعود مرة اخرى للدوري الممتاز، ولا صعب في التوقيت الحالي بكل صراحة؟ لا صعب. صعب ليه؟ امكانيات المادية، الامكانيات المادية. السكة الحديد بياخد معونة من هيئة او من وزارة، مليون جنيه الحديد. ودلوقتي الاعضاء بقى، وكان حصل تجديد اليومين اللي فاتوا دول او الشهرين اللي فاتوا دول، لما سيادة الوزير كامل وزير مسك، نعم، بص للنادي وشاف النادي وبتاع، عمل اصلاحات وعمل محلات بره، ايوه، وعمل شكل جديد، وهو بص الملاعب وكده. الحاجات دي كانت مهمله جدا، والنادي كان مهمل اصلا وكان محطوط في ايدين ناس مش امنا، انا بتكلم بصراحه. لكن وجود السيد الوزير خلى الناس دي تنضبط لحد ما، الناس الموجودة تنضبط وتشتغل. الحاجة التانية ان الاندية زمان كان بتعتمد على الناشئين، دلوقتي دخل في قانون الاحتراف ده، بقى اسهل ليك اللي انت تروح تشتري الناشئ 500,000 200,000 بتاع. السكة الحديد طبعا احنا ايامنا لازم يطلع اجيال، انت ما عندكش تنافس الاندية اللي معاها فلوس، فانت تعتمد على مين؟ على اولادك اللي بتربيهم. طب اللي هيطلع الاولاد دول مين؟ المدرب. صحيح. يبقى عندك لازم تكون كوادر كويسه تقدر تطلع الناشئ اللي يقدر يلعب لك ايه؟ درجه اولى زيك وزي الكابتن محموزه. صحيح. لكن دلوقتي المساله بقت ايه؟ انا عايز اللعيب الجاهز، مش فاضي اطلع 5 ناشئين واصبر عليهم شويه وبتاع، وادي واحد وازق وراه، وادي الثاني وازق وراه. المدرب دلوقتي تحت رحمه نتيجه او غلطه جول او غلطه لعيب.